السلام عليكم. عليكم السلام. شرفنا باسمك. حبيب محمد علي. نعم والله أخوي حبيب متابع لأحد الفريقين الريانة والهدى. الهدى. مشجع للهدى اليوم. أي مشجع للهدى. قبل الآن بداية المباراة وش توقعاتك في شوط المباراة الأول؟ توقعاتي 1-0 حق فريق الهدى. إن شاء الله يعني. هذه أمنية ولا توقع؟ عطنا التوقع وعطنا الأمنية. توقع وأمنية في نفس الوقت. إيه. فإن شاء الله يفوز فريق الهدى ومن الحين نقول هارد لك الفريق الثاني إيش؟ الريان. وهارد لك من الحين فريق الريان وكل ثقة يعني. كبيرة. أعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. شرفنا باسمك. عمار محمد علي. والله توقعاتك للفريق اللي جايين يتابعونه اليوم مباراة الريان والهدى. الهدى أكيد بيفوز ما يحتاج أصلا حتى ما يحتاج أطلعها يعني. الهدى هو اللي بيفوز ما يحتاج. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شرفنا باسمك. حسين مبارك. نعم والله أخوي حسين توقعاتك لبداء مباراة الهدى والريان. والله الهدى فريق كبير وإن شاء الله له الفوز يعني بإذن الله. عطنا نتيجة تتوقع. 1-0 ولا 2-0 للهدى إن شاء الله. هذه في الشوط الأول ولا المباراة بشكل عام؟ مباراة كاملة يعني أتوقع الشوط الأول 1-0 لأن حتى الفريق الثاني يعني مو بسهل يلعب. يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. شرفني باسمك. الصادق محمد علي. نعم والله. كيف توقعاتك لمباراة الريان والهدى الآن بداية المباراة؟ شوف أنا يعني متابع لفريق الهدى من زمان بحسن فريق بحسن واتمنى له الفوز يعني بس الحين ما شفنا يعني اللعب كويس عشان كذا نسأل عن التوقع. التوقع 2-1 فريق الهدى او ان شاء الله يعني 2-1. كم تتوقع تنتهي الشوط الاول وكم تتوقع تنتهي المباراه بشكل عام؟ الشوط الاول اتوقع بنتيجه 0-0. الشوط الثاني هو اللي بيبين اكثر. 2-1 ولا بلنتيات؟ اتوقع بلنتيات بعد اكثر في النهايه للهدى. اي في الهدى ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. السلام عليكم. السلام والرحمة. شرفنا باسمه. رثعان مساعد الخيط. ونعم الله. رثعان الآن حاليا دور الثمانية الريان والهدى متقدم فريق الريان بهدف مقابل لا شيء. توقعاتك كم ينتهي شوط المباراة الأول؟ توقعاتي والله مصلحة الريان الحين إن شاء الله. إن شاء الله بس الريان يفوز 2-1. توقعاتك المباراة بشكل عام؟ توقعاتي مصلحة الريان. نتيجة كم؟ 2-1. كيف شايف مهرجان العزيزية السادس؟ والله ممتاز صراحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. شرفنا باسمك. بندر اليامي. نعم والله بندر. كيف شايف شوط المباراة الأول بين الريان والهدى؟ حاليا متقدم الريان بهدف دون مقابل. والله الريان فريق كويس واتمنى له الفوز. كم تتوقع تنتهي المباراة في النهاية؟ اتوقع 2-0 او 2-1. مشجع للريان اليوم؟ اي للريان اكيد. الله يعطيك العافية. الله يعافيك.